لا شك أنه نحن بوضع اقتصادي واجتماعي كتير دقيق، وبيفرض كتير من الاعتبارات اللي نكون عم نراقبها، خصوصا بما يتعلق بالانفاق الانتخابي، بزبائنية السياسية اللي متفشية أكثر من الفترات السابقة. هي لطالما كانت موجودة، ولكن في ظل الأوضاع الاقتصادية والمعيشية الراهنة هي متفشية أكثر. تم تعديل سقف الانفاق الانتخابي من 150 مليون ليرة ل 750 مليون ليرة، بوقت المعيار أو سعر الصرف اللي تم اعتماده لتحديد هيدا الرقم منه معروف، يعني المعايير منه واضحة بهيدا الإطار، بوقت آلية مراقبة الانفاق الانتخابي كمان لا تزال غير واضحة بهيدا المحل. الأكيد أنه رفع رسم الترشح بهيدي الطريقة، كذلك رفع سقف الانفاق الانتخابي دون وجود معيار وسعر صرف واضح بهيدا الإطار، يضع المرشحين قدام تنافس غير متكافئ وقدام فرص غير متكافئة، ما يعطي حظوظ أكبر للأشخاص اللي عندهم قدرة مالية أكثر من غيرهم بهيدا المحل، لأن رح يقدروا ينفقوا أكثر ورح يكون عندهم إمكانية أنه يدفعوا رسم الترشح بسهولة أكثر من أشخاص آخرين. بالنسبة لتحضيراتنا كلادة، نحن بطبيعة الحال مراقبة المسار الانتخابي هي عملية بتبدأ مش من يوم الاقتراع، هي بتبدأ من فترة كتير طويلة قبل، بتواكب المسار القانوني أو تعديل القانون الانتخابي نفسه ووضع الملاحظات عليه وتحضيرات الإدارة الانتخابية، سواء وزارة الداخلية، هيئة الإشراف وكل الوزارات المعنية، إلى مراقبة الحملات الانتخابية وصولا إلى مراقبة يوم الاقتراع. يعني هي مسألة ترك على سبيل المثال تعديل القانون الانتخابي إلى عشية الانتخابات، هيدي بحد ذاتها لا تمت إلى الممارسات الفضلة، باعتبار أنه قبل مهلة أقل من 6 أشهر على الانتخابات لا يجب تعديل القانون الانتخابي، بحكم أنه الأشخاص اللي عم بيعدلوا ممكن يكونوا مرشحين، وبالتالي ممكن يكون في عنا تضارب مصالح بهذا الإطار. في وحدة من الإصلاحات الأساسية اللي نحن قلنا سنين من طالب فيها هي الميجا سنتر على سبيل المثال، واللي كنا عم ندعي لاعتماد آلية التسجيل المسبق تماماً مثل آلية اقتراع غير المقيمين للميجا سنتر. هلأ انطرح الموضوع على طاولة النقاش بوقت تجمدت القوائم الانتخابية بواحد شباط 2022، ما يعني انه هلأ الحديث عن الميجا سنتر يتطلب تعديل قانوني بالمهل، بوقت طرحه هلأ كان له سنين يعني عم يتم نقاشه وما تم إعارة الاهتمام له بالشكل الجد الكافي، وطرحه بهيدي اللحظة يثير الشكوك حول محاولة خلق ذرائع تقنية لتطيير أو تأجيل الاستحقاق الانتخابي. بالنظام الانتخابي اللبناني، بحكم أنه نحن في عنا صوت تفضيلي، يعني يعيد ترتيب الأسماء ضمن اللائحة الوحدة، يعني هيدي اللوائح غير مقفلة، هيدي من جهة. بالنسبة لللوائح المكتملة أو عدم المكتملة، القانون يتيح لللوائح أن تترشح عند اكتمال نسبة 40% من عدد المرشحين. في حال فوز أحد اللوائح بمقعد هي ما عندها مرشح عنه، سواء من الطائفة أو من الدائرة الصغرى، يذهب هذا المقعد إلى اللائحة أو إلى المرشح يلي عنده أعلى نسبة بالأصوات التفضيلية بهيدا المحل. ولكن القانون قاصر بهيدا المحل، يعني حتى أنه بيلحظ هيدا النقطة ما زال قاصر بهيدي الجزئية بالذات، باعتبار أنه ماذا لو جميع اللوائح ما كان عندها مرشح عن هيدا المقعد، أو جميع اللوائح الفائزة ما كان عندها مرشح عن هيدا المقعد، شو العمل بهيدي الحالة؟ هون تفترض الذهاب إلى نظام أكثري، يعني انتخابات على أساس نظام أكثري لاختيار مرشح عن هيدا المقعد.